السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بالسيارة الأولى الإخوان. عندنا رونو كونغو موديل 2021، 7 ديال الخيل، مازوت 3 ديال البيبان، سيارة بونيطا، كيلومتراج 89 ألف، السيارة كاينة في مدينة كازا. الرقم ديال صاحب السيارة هو 06-61-40-33-40. الثمن ديال السيارة هو 12 مليون، 120 ألف درهم. نزول السيارة الثانية الإخوان. عندنا رونو ميغان 3 موديل 2011، ديزل، 6 ديال الخيل، 5 ديال البيبان، سيارة بونيتا، كيلومتراج 180 ألف، بالنسبة للسيارة فكينا في مدينة الرباط. الرقم ديال صاحب السيارة هو 07-76-02-72-32. الثمن ديال السيارة هو 89 ألف درهم، 98 ألف درهم. دوزو السيارة الثالثة الإخوان. عندنا هيونداي إيديس إيسونس، 6 ديال الخيل، موديل 2017، كيلومتراج 120 ألف، السيارة كاينة في مدينة تطوان. الرقم ديال صاحب السيارة هو 06-24-87-64-68. الثمن ديال السيارة هو 9 و5 آلاف درهم. دوزو السيارة الرابعة الإخوان. عندنا داسيا لوغان موديل 2014، مازوت، 6 ديال الخيل، كيلومتراج 99 ألف، سيارة بونيطا، بالنسبة للسيارة فكينا في مدينة أكادير. الرقم ديال صاحب السيارة هو 06-77-96-36-24. الثمن ديال السيارة هو 9 و8 آلاف درهم، 98 ألف درهم الإخوان. السيارة الخامسة الإخوان. عندنا جولف كات موديل 2002، مازوت، 8 ديال الخيل، كيلومتراج 249 ألف، السيارة كاينة في مدينة كازا. الرقم ديال صاحب السيارة هو 06-61-40-33-40. الثمن ديال السيارة هو 7 و3 آلاف درهم. دوزو السيارة موالية الإخوان. عندنا مرسيدس كلاس سي موديل 2000 موديل 1999، نوار، ديزل، 9 ديال الخيل، 5 ديال البيبان، كيلومتراج 299 ألف، السيارة كاينة في مدينة الناظور. الرقم ديال صاحب السيارة هو 06-26-65-61-07. الثمن ديال السيارة الإخوان هو 70 ألف درهم، 7 ديال المليون. بالنسبة للسيارة الموالية الإخوان عندنا داسيا لوغان موديل 2018، مازوت، 6 ديال الخيل، كيلومتراج 139 ألف، السيارة
كاينه في مدينه مكناس. الثمن ديال السياره هو 10 و3000 درهم. الرقم ديال صاحب السياره هو 06 64 22 06 85.